حضرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها مما سمتها باضطرابات محتملة في أثناء الاستفتاء على استقلال كردستان الذي تخطط السلطات الكردية في الإقليم له غدا الاثنين على الرغم من معارضة الحكومة المركزية. وقالت وكالة رويترز أن تحضير السفارة الأمريكية تضمن مطالبة المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى أو داخل المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا دعت إلى تأجيل الاستفتاء في وقت رفضت كل من إيران وتركيا وبشدة إجرائه.